يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز أن يقول المسلم لأخيه المسلم السلام عليكم أهل القبور وهو رجل حي؟ إيه؟ هل يجوز أن يقول المسلم لأخيه وهو حي السلام عليكم أهل القبور؟ السلام عليك إيه؟ السلام عليكم أهل القبور. أهل القبور؟ نعم، هم من أهل القبور. الله المستعان. ما يجوز هذا. نعم.